السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم برنامج أطفالنا، مستمرين ومتواصلين معكم لمواكبة الحدث الجميل الحدث الثقافي لتغطية جميع فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب. مثل ما متعودين دائما من خلال البرنامج نحن عندنا مجموعة من الفقرات الممتعة وأيضا التغطيات الخارجية. إن شاء الله أيضا اليوم راح نتجول في جنبات معرض مسقط الدولي للكتاب وخصوصا في قاعة أحمد بن ماجد المخصصة لفعاليات الأطفال، وأيضا راح تكون عندنا مجموعة من الفقرات المتنوعة اللي متعودين عليها اللي نقدمها في حلقات برنامجنا. أيضا ما ننسى زميلنا صقر المتواجد يوميا في معرض مسقط الدولي للكتاب، أهلا وسهلا فيك صقر. أهلا وسهلا فيك حوراء، يسعد مساك ويسعد مساء جميع متابعي برنامج أطفالنا. بإذن الله اليوم راح تكون لنا هكذا وقفات وفقرات مع فقرة القدوة الحسنة وأيضا فقرة الأطفال يحبون القراءة، ونتمنى الجميع مشاهدينا الاستمتاع. صقر أنت عودتنا دائما تقدم لنا كل ما هو جديد وتحاول أنك تغطي جميع الفعاليات الموجودة في المعرض، إن شاء الله نحن راح نرجع لك لفقراتك الجميلة مثل فقرة القدوة الحسنة وأيضا الفقرة الثانية إن شاء الله. طيب مشاهدينا نحن إن شاء الله راح نستمر معكم بفقرات البرنامج، يعني مثل ما ذكر صقر أن نحن اليوم عندنا فقرات متعددة، فقرة القدوة الحسنة واعطني جواب أعطيك كتاب، اقرأ أكثر تعرف أكثر. الحين مشاهدينا راح ناخذ فاصل ومن ثم راح نتواصل معكم عشان نذكركم بالسؤال اليومي. نشوف الفاصل ولا نعود. أنا صديقتكم واسمي خير. وأنا صديقكم جليس. أنا الكتاب ألفني الكتاب بالعقول والعقاب. أنا أحب القراءة وأهوى الاطلاع. وجالس فقط من يحب الكتاب. فاقبلوا علي يا صحاب. صادق من يقرأ الكتاب. كنت أنير العقول بالعلوم والفنون. وسأكون معكم خير صديق في برنامج أطفالنا. اهلا وسهلا من جديد مشاهدينا، نحن عودناكم في كل حلقة ان نحن نقدم لكم سؤال يومي يظهر على شاشة البرنامج وانتم ترسلوا لنا الجواب الصحيح عبر الرسائل النصية. سؤال امس شفنا امس وكانت الإجابة الصحيحة رقم 3، اعتقد كانت الإجابة محافظة مسقط صح؟ طيب الحين راح نشوف سؤال أمس، سؤال اليوم، أتمنى أنكم تركزوا زين في السؤال وترسلوا لنا الجواب الصحيح عبر الرسائل النصية. نشوف السؤال مع بعض يلا. حياكم الله من جديد مشاهدينا، شاهدنا السؤال مع بعض، طبعا أتمنى أنكم ترسلوا لنا أجوبتكم الصحيحة عبر الرسائل النصية على الأرقام اللي ظهرت قبل شوية على شاشة البرنامج، طبعا نحن راح نستقبل جميع الأجوبة لحد يوم غد بإذن الله. الحين نحن عندنا مجموعة من الفقرات وراح ننتقل لفقرتنا الأولى هي فقرة زميلتنا رزان أحمد ولا رزان؟ ايش احمد يلا نشوف فقره زميلنا احمد اللي طبعا راح يعرفنا على الفعاليات الموجوده في معرض مسقط الدولي للكتاب. نشوف احمد وراجعين. اهلا
أهلا بكم أعزائي المشاهدين، مثل ما عودناكم كل يوم نتواجد هنا في ركن الطفل بقاعة أحمد بن ماجد لنغطي أبرز الفعاليات والمناشط المتواجدة هنا. طبعا نحن اليوم راح نغطي فعالية المسرح اللي تتعدد فقراتها من أجل إيصال فكرة معينة للطفل بأساليب مختلفة. خلونا ناخذ لقاءات جميلة مع أصدقائنا الأطفال فتابعونا. من اسمك؟ ملهم. ملهم، من رسم لك هذه الرسمة؟ وين رسمتها؟ عند المسرح. وشفت فعاليات المسرح؟ ايش شفت في المسرح؟ شفت عرايس المسرح. وايش بعد شفت؟ مسابقات. مسابقات. حبيت المسابقات؟ ايوه. ايش تنصح اصدقائك الاطفال يزوروا اي ركن؟ الفنون. فنون تشكيلية؟ ايوه. طيب والمسرح، حبيت المسرح وفعاليات المسرح؟ ايوه. طيب قولهم على الكاميرا تعالوا زوروا المسرح. تعالوا زوروا المسرح. اليقين اليقين حبيت الفعاليات. ونتعرف عليك، من اسمك؟ عبد الله. عبد الله، زرت المعرض وزرت المسرح صح؟ ايوه. ايش شفت في المسرح؟ اشعار وهذاك واناشيد. ما شاركت معاهم؟ شاركت. شاركت بايش شاركت؟ شاركت بالقرآن. حلو يا صديقنا، بعدين انا وياك بنروح نشوف فعاليات المسرح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من اسمك؟ أبرار الفارسي. أبرار، الحين فعاليات المسرح مستمرة، إيش رأيك فعاليات المسرح؟ حلوات واجد، عجبني. إيش أحلى فقرة حبيتيها؟ القصائد. كل يوم تحضر هنا أبرار؟ لا أول مرة أحضر. وأحلى فقرة عجبتك القصائد، شاركتي معاهم؟ أيوه. وإيش في إيش شاركتي معاهم؟ شاركت في قصيدة. حلو يا أبرار، شكرا لك. عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من اسمك؟ أحمد بن خليفة الفارسي. أحمد، إيش الفعالية اللي عجبتك اليوم من فعاليات المسرح؟ والله هي اللي كانت عن المدرسة اللي فرختها هذا مال العلم والعلم يعني مال العلم. حلو، استفدت من المسرحية؟ أيوة نعم. إيش استفدت من المسرحية؟ يعني نتعلم جهد واجتهاد وما يجي العلم كذا، لازم التعب واجتهاد. أحمد، كل يوم تحضر هنا لفعاليات المسرح؟ لا والله أول مرة. أول مرة تحضر، وإن شاء الله راح كل يوم تحضر من أجل فعاليات المسرح؟ إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عرفنا على نفسك. أنا يحيى بن جمعة بن سعيد الشرياني. يحيى، ممكن تخبرنا كيف شفت فعاليات المسرح؟ وهل هي مناسبة للأطفال؟ نعم، بالنسبة للركن هذا اللي مفتوح خاص بالأطفال، حقيقة أنا اليوم استحبت أطفال يعني ملهم ويقين، وشاركنا في المسرح الموجود هنا حاليا، مسرح الأطفال، وأخذنا لفة على المكتبات الموجودة، وأخذنا بعض الكتب الأطفال الموجودة، وحقيقة بشكل عام المعرض يعني ممتاز يعني هذه السنة. وكيف شفت تفاعل الأطفال مع الفقرات اللي تقدم على المسرح؟ والله هو بطبيعة الأطفال تعرف أنت يعني مريحين وكذا، فأطفال يشاركوا حتى في المسرح يعني شاركوا في المسابقات وكذا، فمتفاعلين جدا. إيش تحس أكثر فقرة استفادوا منها الأطفال؟ أكثر بالنسبة لفقرات مسرح يعني ما بس أنا أخذت لهم لفة على المكتبات وأخذوا قصص وكل واحد أخذ كتاب يعني. اشتريتوا ولا بعدكم مستمرين؟ لا اشترينا خلصنا أيوة. تمام، نتمنى لكم التوفيق، شكرا لك. طيب العفو، شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، يمكن كذا وصلنا إلى نهاية فقرتنا لليوم، بالفعل أوقات ممتعة قضيناها ضمن فقرات المسرح. نلتقيكم غدا بإذن الله، دعونا الآن نعود إلى حوراء. أنا خير وصاحب الأخيار، وأنهى عن صحبة الأشرار، أزودكم بالعلوم وشتى الفنون. أنا المعلم الذي لا يقسو على طلابه،
والجار الذي لا يزعج جيرانه، ثماري شامخة وأغصاني مرتفعة. أنا الكتاب أشغلت بأسراري العقول، وأنرت بصفحاتي الدروب، وأضعت بكلمات الدنيا وما فيها. نحن نشكر زميلنا أحمد العميري، طبعا هو دائما يعرفنا على الفعاليات المستمرة في معرض مسقط الدولي للكتاب، الفعاليات اللي دائما تكون من الصباح إلى المساء، وخصوصا في مسرح الأسرة ومسرح الطفل الموجود في معرض الكتاب بقاعة أحمد بن ماجد. الحين راح ننتقل مباشرة لزميلنا صقر. صقر، اليوم أنت عندك ضيوف منشدين صحيح؟ صحيح حوراء. طيب ايش رايك تعرفنا على الضيوف ونسمع اصواتهم الجميله؟ ولا يهمك، باذن الله راح يسمعوكم اليوم مقاطع انشاديه باصواتهم، ونأكد ونذكر جميع مشاهدينا اليوم ان شاء الله راح تكون معهم حفله. عوده لكم مجددا اذا مشاهدينا مره اخرى، ومن هنا من قاعه احمد بن ماجد بركن الطفل، ونجري هذه المقابله في فقره القدوه الحسنه مع صديقين منشدين نتمنى لهم التوفيق في حلقه الليله اللي خبرناكم عنها قبل شوي. عشان نتعرف عليهم بشكل اكبر خلونا نستقبلهم ونقول لهم مساء الخير. مساء النور. خلونا اذا مشاهدينا نتعرف على صديقنا مصعب وصديقتنا مريم. كيف حالكم؟ بخير. شو اخباركم؟ طيبين. عساكم بخير. حياكم الله. طبعا سعيدين جدا بتواجدكم معنا اليوم في فقره القدوه الحسنه. مصعب، بدايه ممكن تعرفنا بنفسك؟ انا مصعب سعيد الناصري من فرقه ارتاج الفنيه. جميل جدا. وانت يا مريم؟ مريم بنت سعيد الناصري، طبعا موهبه الانشاد. جميل جدا، موهبتكم الانشاد. طيب ماد، بدايه ممكن تكلمونا عن من اللي خلى هذه الموهبه تنمو فيكم، او من اللي شجعكم على هذه الموهبه، علما بان الانشاد ما ممكن شخص يعني ممكن انه يمتلك ذاك الصوت الشجي عشان يمارس هذه الموهبه. من اللي شجعكم؟ اول بسم الله الرحمن الرحيم، الوالد اول شيء شجعنا على الانشاد، والاهل شجعونا، وادخلنا الوالد الله يحفظه يعني في فرقة رتاج الفنية، وفي الأسبوع مرة نتدرب كل في الأسبوع نتدرب عن المقامات الصوتية وعن الآهات الصوتية. جميل جدا. وانت يا مريم من اللي شجعك؟ الوالد. أول ما بديت أنشد طبعا الوالد ساعدني وخلاني أنمي هذه الموهبة، وطبعا بشكر فرقة رتاج لأنها ساعدتني ونمت موهبتي. طيب ممكن تكلمونا عن الصعوبات اللي واجهتوها كمنشدين؟ هل واجهتوا صعوبات مثلا اثناء بدايه دخولكم لهذه الموهبه؟ نعم، واجهنا في البدايه، كنت انشد يعني في المدرسه، كنت اخاف كثير لما انشد. اذا منها الخوف؟ ايوه. وكيف اليوم؟ هذه الايام وانت تنشد ما تحس بهذا الشعور؟ لا عادي، اللي تعودت دائما اطلع على المسرح وهذا يعني. وانت يا مريم؟ واجهتني أول شيء بعض الصعوبات أول ما بديت أنمي هذه الموهبة. طيب ممكن تكلمونا عن المميزات اللي يتميز بها المنشد مصعب مثلا؟ أنت كمنشد دائما يعني أكيد بالتأكيد بما أنك أنت منشد فأنت مختلف عن غير المنشدين، لك مميزات تميزك عن غيرك في هذه الموهبة. كيف بالنسبة لهذه المميزات ممكن تكلمنا عنها؟ لازم يكون صوته عذب وعنده نفس، ويكون حد يعني يدربه مثلا في الأسبوع مرة أو مرتين يكون يتدرب عشان يفتح حبال الصوتية وهذا. جميل جدا. طيب مريم، ما تحسوا أنكم أثناء تدريبكم، أنت قلتوا تتدربوا مرة واحدة أسبوعية صح؟ جميل. ما تحسوا أن أثناء تدريبكم الأسبوعي هل هذا التدريب يعني يأثر شوي على دراستكم أو يأثر على علاقاتكم مع أصدقائكم؟ يعني ما يخليكم شوية بعيد عنهم، ولا بالعكس هو يدمجكم بشكل أكبر في المجتمع؟ هذه يعني متعودين على يعني الدراسة في اليوم، يوم الخميس مثلا زين نروح نتدرب وكذا، يعني مثلا في الأسبوع ما يكون في اجتماع لا يعني تدريبي، نروح مع أصدقائنا ونخبرهم عن هذه الأشياء يعني كيف نتدرب
جميل جدا، هذا رد مصعب. زين خلونا نشوف مريم. مريم كيف علاقتك مع صديقاتك على اساس انك انت منشده ومنشده في فرقه ريتاج؟ كيف تحسي يوم صديقاتك مثلا يكلموك عن هذا الموضوع؟ عادي يعني اكلمهم يعني عادي مثل ما تحسي بفرحه يعني انك تمتلكي شيء ما يمتلكوه هم؟ اكيد. جميل جدا. طيب ممكن تكلمونا شوي ايضا عن مشاركاتكم؟ شاركنا انا واختي مريم مثلا مره في التلفزيون ومره في مهرجان الوفاء من شادي، شاركنا انا وهي نشيدين مع بعض. حلو. مريم ما حصلتي على اي القاب او اي جوائز؟ حصلت وبعد حصلت على الشهايد. جميل جدا يا مريم. طيب مواقف طريفه حدثت لكم في بعض الاحيان وانتم على المسرح؟ اكيد كل واحد يعني عنده مواقف طريفه، ماذا عنكم يعني انتم؟ يعني لما بديت انا الانشاد في البدايه يعني كنت انشد مثلا في المسجد في المدرسه يعني اسكت شويه زين ابلع كذا بعدين اكمل. ايوه. وانت يا مريم؟ مثل ما قال مصعب في البدايه وحتى لما يجيني الخوف يعني اتوقف بعد. قبل الفاصل قلتوا لي مره كنت تنشدوا في سيتي سنتر وصار لك موقف مريم انت ومصعب، ايش الموقف اللي صار لك؟ طبعا كنا شالين الاوراق لان كنا مرتبكين وما حافظين يعني زين ففجأة غلطنا. اها وايش صار للاوراق؟ خليناهم. قلتوا لي ان كان النص ناقص صح؟ جميل جدا. طيب هذه الموهبة دائما تنمي فيكم شعور بالتأكيد بالفخر وأيضا تنمي فيكم الشعور بالمسؤولية بأن عندكم ناس دائما يحبوا يسمعوا أصواتكم. راح تكون لكم اليوم إن شاء الله حفلة مسائية على هذا المسرح، مسرح ركن الطفل بقاعة أحمد بن ماجد. إيش محضرين للمشاهدين؟ محضرين نشيد أنا وأختي مريم عدويتو مع بعض نشيد، وانا عندي نشيد في البوم جديد اصدار جديد لفرقه ريتاج الفنيه عن الشائعات. جميل جدا. بخصوص البومك متى ان شاء الله راح ينزل؟ مريم معك في الالبوم؟ لا بس شباب الفرقه يعني. فرقه ريتاج. أيوه. جميل. متى ان شاء الله راح ينزل الالبوم؟ نازل تو قريب يعني تقريبا في السنه 2014 نزل. ايوه. وصراحه البوم جميل جدا. والالبوم اللي راح ينزل عندكم البوم راح ينزل بعد صح؟ يعني ما مفكرين انتم. اذا لكم البومين حتى الان. ايوه. جميل جدا. يعني هذه المشاركات بالنسبه لكم حتى في فرقه ريتاج لكم اكيد بالتاكيد جمهور، بين فتره والاخرى ما حد يكلمكم عن موضوع الانشاد؟ حد يكلمنا يقول شخص مثلا ما تعرفوه يجيكم اول مره انت المنشد كذا كذا انا سمعت صوتك في كذا كذا؟ ايوه صار لي مره كنت اتمشي يعني في الحديقه جيوني اولاد قالوا انت المنشد مصعب الناصري في الحديقه، قلت لهم ايوه، قالوا ما شاء الله صوتك يعني جميل وهذا، قلت لهم احسن شكرا. طيب بما انكم اليوم يعني عندكم حفله مسائيه ممكن تسمعونا شوي مقاطع بسيطه منك انت مصعب ومنك ايضا مريم مقاطع انشاديه، تفضلوا نبدا مع مصعب. رباه تبارك تاغثني يا ذا الإحسان وذا المن وذا المن سبحانك غفراك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني سبحانك غفراك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني إن جل الذنب فأنت جل يا الله والأوسع حلما تتفضل إن جل الذنب فأنت جل يا الله والأوسع حلما تتفضل يا الله ولكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل ولكم أسرفت فتسترني
بستار عطاياك المسبر رباه. جميل جدا يا مصعب. وخلونا الحين نسمع مشاهدينا من مريم. تفضلي يا مريم. الله الله يا الله، ما لنا مولى سوى الله، كل ما ناديت يا الله قال يا عبدي أنا الله. الله الله يا الله، ما لنا مولى سوى الله، كل ما ناديت يا الله قال يا عبدي أنا الله. ثاني عشر من ربيعين كان ميلاد شفيعين، صاحب القدر رفيعين، من له قد أيد الله، من له قد أيد الله. إذن بصراحة منشدين رائعين، نتمنى لكم التوفيق في حلقة الليلة. نحيي بالتأكيد مصعب بن سعيد الناصري وأخته مريم بن سعيد بنت سعيد الناصرية. شكرا لكم على حضوركم معنا اليوم في فقرة القدوة الحسنة وفي برنامج أطفالنا. بالتأكيد مشاهدينا هؤلاء هم من لا يهابون المسارح. مشاهدين الأحبة، هنا تنتهي فقرتنا، عودة مرة أخرى إلى حوراء. شكرا لك صقر، وشكرا على ضيوفك يعني اللي أصواتهم جدا رائعة، وعموما يعني للنشيد دور بارز ومهم في سلطنتنا الحبيبة لتقديم الرسالة الهادفة للطفل. الحين مشاهدينا نحن راح نسحب على أرقام الفائزين اللي تواصلوا معنا أمس عبر الرسائل النصية، وطبعا أعطونا الإجابة الصحيحة. يعني أنا مثل ما ذكرت سؤال أمس كانت إجابته الصحيحة رقم 3 محافظة مسقط. طبعا راح نسحب على 3 فائزين، وكل فائز راح يحصل 50 ريال مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان. راح نسحب على 3 فائزين، نشوف الرقم الأول. الرقم الأول 9 8 2 7 0 9 0 4. أعيد الرقم مرة ثانية، 9 8 2 7 0 9 0 4. نقول مبروك لصاحب الرقم 50 ريال مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان. الرقم الثاني، يلا الرقم الثاني، 9 8 9 2 9 8 9. أعيد الرقم مرة ثانية، 9 8 9 2 9 8 9. أيضا نقول له مبروك، حصلت 50 ريال مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان. الاسم الرقم الثالث، يلا نشوف الرقم الثالث. الرقم الثالث 9 6 3 5 6 3 1 2. أعيد الرقم مرة ثانية، 9 6 3 5 6 3 1 2. نقول له أيضا مبروك، حصلت 50 ريال مقدمة من تلفزيون سلطنة عمان. وأيضا مبروك لجميع الفائزين، واللي ما فاز معنا اليوم إن شاء الله راح يفوز معنا في الحلقات القادمة. الحين راح نذكركم بالسؤال اليومي مرة ثانية، راح نشاهد السؤال مرة أخرى ولنعودة. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا، شاهدنا سؤال على شاشة البرنامج، والسؤال جدا سهل، كم قلبا للأخطبوط، وشفنا الاختيارات. فرسلوا لنا الإجابة الصحيحة على الأرقام اللي ظهرت قبل شوية على شاشة البرنامج. الحين راح ننتقل مباشرة للفقرة الثانية مع زميلتنا رزان البلوشية، وفقرة تعرف أكثر، ونتعرف أكثر طبعا على ثقافة الأطفال. نشوف فقرة رزان ولنعودة. أعزائي المشاهدين، أصدقاء الأطفال، مساء الخير.
نرحب بكم معنا في فقرة اقرأ أكثر تعرف أكثر. أحبائي، للقراءة أهمية في حياة الفرد، فهي تزوده بالمعارف والخبرات وتوسع مداركه وتهيئه لخدمة وطنه ليكون مواطنا صالحا. أصدقائي، اليوم لدينا عبارتان جديدتان من العبارات المحفزة التي تحث على القراءة وحب المطالعة، سنتعرف عليهما من خلال هذه الجولة، تابعونا. أصدقائي، الحين عندنا أول مشاركة، نتعرف عليك. معاذ بن سالم عيشة. يا هلا بك يا معاذ. معاذ، أخبارك؟ زين الحمد لله. طيب أنت صف كم؟ خامس. ما شاء الله، أنت شاطر في المدرسة أكيد. في المدرسة تقرأ في المكتبة، في وقت فراغك، في الفسحة؟ أيوه. إيش الأشياء اللي تقرأها؟ قصص. بس القصص؟ قصص والكتب الثقافية. إيش تستفيد من القصص؟ استفيد أن أنمي خيالي وأتعرف على القيم والأخلاق. جميل يا معاذ. معاذ، احنا في برنامج اطفال ولو في فقره اقرا اكثر تعرف اكثر، وفي هالسله مجموعه من العبارات، ايش رايك تختار لنا عباره وتقرا لنا اياها؟ اقرا لنا اياها بصوت عالي. قيل لأرسطو كيف تحكم على الانسان؟ فاجاب اساله كم كتابا يقرا وماذا يقرا. قيل لأرسطو كيف تحكم على إنسان؟ فأجاب اسأله كم كتابا قرأ وماذا تقرأ. إيش تعني لك؟ إيش استفدت أو إيش فهمت من هالعبارة؟ فهمت أن القراءة أساس الحياة وأن لازم نقرأ عشان نبني ثقافتنا يعني نكون علماء من الكبار. ممتاز يا معاذ، نشكرك يا معاذ. العفو. قيل لأرسطو كيف تحكم على إنسان؟ فأجاب اسأله كم كتاباً قرأت وماذا تقرأ؟ نتعرف عليك؟ بلال بن صعب وخميس ود حسن. يا هلا بك يا بلال، أخبارك يا بلال؟ خير. أنت صف كم؟ خامس. طيب يا بلال، أنت ليش جاي المعرض؟ أشتري الكتب. طيب يا بلال، قيل لأرسطو كيف تحكم على إنسان؟ فأجاب أسأله كم كتاباً قرأت وماذا تقرأ؟ إيش فهمت من هالعبارة؟ أن الكتاب خير جليس، وعندما لا يكون عندنا صديق يكون الكتاب صديقا. جميل جدا يا بلال. طيب انت دائما تقرا؟ مستمر على القراءه؟ نعم. متى تقرا دائما؟ متى متعود انك تقرا؟ قبل النوم. ممتاز يا بلال، نشكرك يا بلال على المشاركه. عفوا. والحين نتعرف عليك. يزن بن عبد الله السنيدي. يا هلا بك يا يزن. يزن، انت ليش جاي المعرض؟ لقراءة الكتب ولعب الألعاب الذكاء. جميل يا يزن، أنت اشتريت كتب ولا بعدك؟ اشتريت كتب الإسلامية والقصص الكرتونية. طيب متى راح تقرأهم إن شاء الله؟ سأقرأهم اليوم قبل النوم وفي وقت الفراغ. ممتاز يا يزن. يزن، قبل شوي سحبنا على عبارة وتقول قيل لأرسطو كيف تحكم على إنسان؟ فأجاب أسأله كم كتاباً قرأت وماذا تقرأ؟ إيش فهمت من هالعبارة؟ أن الكتاب له أهمية لحياة الإنسان وهو خير جليس، وأيضاً إذا قرأنا الكتاب نكتسب منه المعلومات الكثيرة. نعم أحبائي، جميل أن يكون الحكم على الشخص من خلال عدد الكتب التي قرأها ونوعية هذه الكتب التي يقرأها، فالكتب أنوار العقول ومصابيح تنير لنا الدروب. والحين أصدقاء الأطفال راح نسحب على ثاني عبارة لهذا اليوم، نتعرف عليش؟ ديما فات صديق الزجالي. يا هلا بك يا ديما. ديما أخبارش؟ بخير الحمد لله. ديما خبري، أنت ليش جاي المعرض؟ لشراء بعض الكتب. اشتريتي ولا بعد؟ اشتريت. شو اشتريتي؟ كتاب عن معجزات الرسل. إن شاء الله متى راح تقريهم؟ إن شاء الله في أوراق فراغي غدا. جميل يا ديما. ديما، الحين أبيك تسحبي لنا بطاقة أو عبارة موجودة في هالسلة.
وتقرين اياه بصوت عالي. اختاري. ليست العبرة باقتناء الكتب بل بتقييم بقيمتها. ليست العبرة باقتناء الكتب ولكن بقيمتها. ايش فهمت من هالعبارة يا ديما؟ فهمت ان ليس مهما بشراء عدد كبير من الكتب وانما بقراءتها والاستفادة منها. ممتاز يا ديما، نشكرك على هالمشاركة. عفوا. والان اصدقاء الاطفال لدينا مشاركة ثانية بثاني عبارة لهذا اليوم، تعرف على ايش؟ ريان. ريان، يا هلا بك يا ريان. وانتي؟ ملاك نعمان عامر. يا هلا بك يا ريان ويا هلا بملاك. ايش رايكم بالكتب الموجوده في المعرض؟ عجبتني الكتب الموجوده وهي هاتفه، يعني في فوائد حلوه للاطفال. يعني انت يا ريان ايش اشتريتي من المعرض؟ اشتريت كتب جميله جدا وهي تعطينا العبره. جميل يا ريان. ايش اخر قصه؟ خبرينا اخر قصه انت قريتيها. اخر قصه قصه نورا. ايش استفدتي منها؟ أن أحترم الآخرين ولا جميل يا ريان. ريان ويا ملاك، ليست العبرة باقتناء الكتب ولكن بقيمتها، إيش استفدتوا من هالعبارة؟ أن ليس علينا وضع الكتب في الأدراج والمكاتب ولكن علينا أن نقرأها باستمرار لأن الكتاب خير جليس ويعطينا الفوائد الجميلة. وأنت يا ريان إيش استفدتي؟ يجب علينا قراءة الكتب كثيرا لأنها تعطينا الفوائد والعبر الكثيرة والكتاب خير جليس وخير صديق. ممتاز يا ريان وممتاز جدا يا ملاك، ونشكركم على هالمشاركة. شكرا. والحين نتعرف عليكم. موسى الأغبري. حاتم العلوي. يا هلا بموسى ويا هلا بحاتم. ايش رأيكم بالكتب الموجودة في المعرض؟ صراحة يعني كتب فيها ثقافات ومع كتب تزيد من معرفة الإنسان. ممتاز يا موسى. وإنت يا حاتم؟ بصراحة يعني الكتب لازم تنمي العقول وتركز على الناس، والناس لازم يقرأوا الكتب. ممتاز يا حاتم. الحين أنا عندي عبارة وأبيكم يعني تخبرون إيش فهمتوا من هالعبارة، تمام؟ ليست العبرة باقتناء الكتب ولكن بقيمتها. أي أن عندما تشتري الكتب يجب أن تكون ذا قيمة ولا يجب أن تحطها في الدرج ولا تقرأها، بل يجب أن تقرأها كل يوم وتكون صديقة. يعني أنت دائما تقرأ؟ نعم. حاطينهم في البيت كذا على الأدراج؟ أحيانا أقرأ. وقت فراغك؟ نعم. جالسة موسى. وأنت يا حاتم؟ يعني ما نشوف على الكتاب كيف كبره، نشوف يعني على كيف كلامه، كيف معناه، نفهمه. ليست العبرة باقتناء الكتب ولكن بقيمتها. بالفعل أصدقائي، ليست العبرة بشراء هذه الكتب وتصفيفها في الأدراج، بل بقيمتها وبما تحمله من قيم ومعارف ومعلومات وأفكار وأخبار أيضاً. فاحرصوا أحبائي دائما على قراءة الكتب وأخذ العبرة منها. طبعا نحن نشكر زميلتنا رزان على هذه الفقرة، دائما تعطينا عبارات مفيدة نحن نستفيد منها، وأيضا الأطفال اللي تعمل معهم لقاءات يستفيدوا من هذه العبارات. الحين طبعا مثل ما عودناكم دائما في حلقات البرنامج أن نحن معنا أطفال في استديو البرنامج نتعرف عليهم، بلج متعود أنه هو يكون معنا دائما، لكن اليوم نحن عندنا بنت حبوبة وأمورة راح نتعرف عليها أكثر. معنا ريم بنت طلال الحسنية. كيف حالك يا ريم؟ خير. ريم انت في اي صف؟ صف تمهيدي. صف التمهيدي، شاطره في المدرسه يا ريم؟ طيب ريم خبريني شو هواياتك؟ القراءه والرسم. تحبي تقري وتحبي ترسمي، شو تحبي تقري اكثر شيء؟ قصص. تحبي تقري القصص؟ طيب زرتي انت معرض الكتاب ولا لحد الحين ما رحتي معرض الكتاب؟ بكره بنروح ان شاء الله. بكره راح تروحي معرض الكتاب، وايش راح تشتري من معرض الكتاب يا ريم؟ قصص. راح تشتري قصص؟ جميل. طيب بلج. نعم. اليوم انت جايب عندك قصه معينه صح او مجله؟ مجله فرحه. مجله فرحه، راح تشرح لنا هذه المجله وايش فيها من المحتويات؟ نعم. هذه طبعا مجله غير عن مجله ايوب. مجله فرحه فيها ألغاز وتسالي وتلوين. هذه المجلة طبعا لحد الحين صدر منها عدد واحد.
نبدأ بالمجلة. طيب. طبعا هذه الصفحة الأولى في المجلة، صفحة التلوين، مكتوب فيها لون يا عبقرية الكعبة المشرفة. يعني نحببهم للكعبة والحرم المكي بطريقة غير مباشرة. حلو. عندك الصفحة الثانية، صل بين أبطال مجلة أيوب وأصدقائهم يا مبدع. استعملنا يا مبدع هي منظوم كلمات 25 كلمة تصنع طفلا ذكيا، هذا صحيح. كتاب منظوم كتب المركز. عندكم ربط بين مجلة فرحة ومجلة أيوب، مجلة هذا الربط بينهم، يعني لازم الشخص اللي أو الطفل اللي يعني يلعب هذه اللعبة أو يكون معه هذه المجلة لازم تكون معه مجلة أيوب. نعم. حلو. طيب. أو على الأقل يكون عارف عنها. عندكم بعدين يا أحبة الله ساعد وأحمد للوصول إلى المسجد، يحببوهم من يوم المصغر إلى المسجد وإلى الصلاة. حلو. ننتقل، أقول كم هل يمكنكم إيجاد المختلف وتلوينه؟ هنا كلها معروضة فاكهة ما عدا هذه الوردة وهذه البنت. فهي المختلف منها. عندكم هنا خطوات الوضوء. الوضوء الصحيح. نعم. حلو. يرتبهم من البداية للنهاية. عندكم هنا شيء، ما هو الشيء المختلف في الصورة؟ ايش هو؟ دجاجة. طيب. زي لان هذا في بحر. وهنا ربط ثاني بمجلة ايوب اللي هي شخصية علياء. يقول كم علياء نائمة وتحلم باكل التمر اللذيذ، لونها بحذر كي لا تسقط. هو كان في شريط اسمه عليا والحليب، في قصة تقول ان عليا كانت تحب توكل الحلاوة واجد، فجاتها السوسة وتم يقولها الاطباء يا عليا يا بنية تبغى تكوني قوية لازم توكلي صحن واجد وتوكلي حلاوة شوية. فهنا ربط ايضا بالتمر. طيب. هنا أرنوبة الصغيرة تبحث عن امها ساعدوها، هذا نفس الشيء توصيل. وهذا ربط آخر مجلة أيوب. يقول كم لون أيوب وهريرة يا مبدع، هذه هريرة القطة اللي مع أيوب، طبعا اسمها استوحيناه من أبو هريرة. أيوة صحيح. عندكم هنا صلمة يا مثابر بين الاسم والصورة، هذا أيضا محفز يا مثابر من ضمن 25 كلمة تصنع طفلا ذكيا، كلمات إيجابية حلوة. نعم. للطفل. طيب. عندكم هنا يوصلهن، عندكم هاتفي يريد طاقة، أين الشاحن يا أذكياء؟ توصيل بين الشاحن والهاتف. لعبة حلوة. نعم. عندكم هنا صل يا عبقري بين الشكل والصورة، عندكم أشكال هندسية وصور على هذه الأشكال. حلو. يوصل بينهم. يقول كم هنا رتب يا نشيط مراحل نمو الإنسان، طبعا اللي لاحظ أن كل الصفات هنا مستوحاة من 25 كلمة تصنع طفلا ذكيا. هنا يعلمهم مراحل نمو الإنسان. بعدين يقول رتب المراكز يا عبقري، في العادة يكون هنا المركز الأول، هنا الثاني، هنا الثالث. هنا تلوين نفس الشيء. هذا تقريبا يشبه حصن جبرين. طيب. هذا زينة تبحث عن كرتها، هذا لبس المركز لنا، لكن بس في تعديلات بسيطة طرأت عليه. هنا هذا التلوين الآخر، هذا مستوحى نفس الشيء من مجلة أيوب. طيب. قصة راعي فرحة. طيب. هذا راعي فرحة وهذه فرحة وهذا باقي الجمال لما تشارك في السباق. حلو. بلج بس أنا أريد أعرف أيضا هذا الكتاب أو هذه المجلة نحصلها أي مكان ولا فقط في المعرض وفي مركزكم؟ تحصلوها في المراكز وفي بعض المكاتب اللي هي تدعم اللي هي تشتري عنا. حلو. في المجلات الثانية في وراء المجلة أرقام التسويق الهواتف. أيوه. حلو. طيب نرجع لزميلتنا ريم. ريم أنا عرفت أنك أنت تقرأ القرآن الكريم صح؟ وشاركتي في مسابقة في المركز؟ حلو. حصلتي على أي مركز؟ ها؟ نسيتي؟ المركز الأول ولا المركز الثاني؟ ثاني. حصلتي على المركز الثاني ما شاء الله، يعني هي ريم فائزة بالمركز الثاني في مسابقة حفظ القرآن الكريم. طيب يا ريم الحين أنت راح تقرأ لنا آية أو سورة الفجر صح؟ يلا تقريها الحين؟ يلا يا ريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والأيام العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. صدق الله العظيم. أحسنتي يا ريم، مبارك الله فيك إن شاء الله. ما شاء الله، يعني ريم هي في الصف التمهيدي وقراءتها جدا ممتازة، وهي تقرأ القرآن الكريم، وأيضا حصلت على المركز الثاني في مسابقة حفظ القرآن الكريم. بلج، أنت دائما تكون معاهم مشرف في القراءة، تساعد الأطفال إنهم إذا جاي المركز أطلبوا مني عادي، ما عندي مانع. يعني أنا أشوفك إن أنت دائما تساعد الأطفال ما شاء الله. يمكن إذا شفتهم غلط ولا شيء يمكن أساعدهم، لكن ما أني باستمرار أساعدهم. طيب، يعني أيضا ريم محصلة تاج التفوق، دام أنها هي حصلت تاج التفوق يعني هي خلصت مجموعة قارئ العبقري. خلصت كم قصة؟ 15 قصة. جميل، أنا أشكرك يا بلج، وأيضا أشكر زميلتنا ريم بن طلال الحسنية على تواجدكم اليوم في استديو البرنامج. الحين راح ناخذ فاصل وبعدها راح نرجع لكم، فكونوا معنا. مشاهدينا راح ننتقل لفقرة أخرى، هي فقرة زميلتنا أمجاد الحسنية، ونتابع معها فقرة أعطني جواب أعطيك كتاب، وأيضا نشوف الأطفال الحلوين وثقافتهم العامة. نشاهد فقرة أمجاد ولا نعود. مساء الخير عليكم أصدقائي الأطفال، ويا هلا ويا مرحبا بكم في يوم جديد من أيام بعض مسقط الدولي للكتاب لعام 2014. اليوم راح يكون معنا أسئلة حلوة وجوائز أيضا حلوة، راح يكون معنا مشاركين جدا من خلال فقرتنا عطني جواب بعطي كتاب، فابقوا معنا. معنا أحد المشاركين في مسابقتنا لليوم، تعرفنا عن نفسك؟ معاد بن محمد بن حميد رمحي. ما شاء الله معاد، شفتك تتسوق في المعرض وتشتري أشياء، إيش اشتريت من المعرض؟ اشتريت قصص وكتب علمية. وأنت تحب القصص؟ أيوة. زين، تعرف إيش هي عناصر القصة مدامك تحب القصص؟ عناصر القصة هي عبارة عن شخصيات وأحداث وأماكن وزمان. أها شاطر، زين، إيش آخر قصة قريتها؟ قصة الكلب الخروف. شاطر، وهذه هدية مقدمة من برنامجنا مدامك جاوبت صح، شكرا. عفوا. ما زلنا متواصلين معاكم أصدقائي الأطفال في مسابقتنا عطني الجواب بعطيك كتاب، معانا أيضا متسابقة، تعرفين عن نفسك؟ اسمي مريم بنت عبد الله بن حمد الزكوانية. شاطرة يا مريم. مريم أنت أي صف؟ صف الرابع. زين مريم، أنا أشوفك قاعدة تقري هذا الكتاب، هذا الكتاب عن إيش؟ عن الكلمات والحروف والصور. أها حلو، أنت حافظة الحروف كلها؟ نعم. زين، بسألك سؤال وإذا جاوبت عليه بطريقة صحيحة راح أعطيك كتاب. سؤالنا يقول إيه هو الحرف اللي يجي بعد حرف العين؟ هو حرف الغين. شاطرة، وهذه هدية مقدمة من برنامجنا، شكرا. عفوا. ومكملين معاكم أصدقائي الأطفال في مسابقتنا، ومعانا متسابق، تعرفني عن نفسك؟ البراء بن عبد الله بن حمد محسن الزكواني.
وانت عرفنا عن نفسك. عاصم بالايمن الحارثي. برا انت اي صف؟ صف خامس. وانت اي صف؟ تمهيدي. والنعم فيكم. برا انا اشوف عندي كتاب حلو، ايش عنوانه؟ بستان الايمان. اها حلو، تعرف ايش معنى كلمه بستان؟ هو حاجه مثل الحديقه التي نحصد منها ثمار. انزين بستان جمع ولا مفرد؟ بستان مفرد. زين ايش جمع كلمه بستان؟ بساتين. شاطر، متاكد ما تغير؟ واجابتك صحيحه، وهذه هديه مقدمه لك من برنامجنا. شكرا. شكرا. وايضا اصدقائي الاطفال معنا مشاركه، نتعرف عليها. فاطمه بنت محمد العلوي. والنعم فيك. انت عندك كتاب حلو صح؟ نعم. زين ايش عنوان هذا الكتاب؟ عرضيه للكاميرا، عرضيه كذا وقول اسمه. تحقير الأصغر. تحقير الأصغر. إنزين إيش اشتفتي من هذا الكتاب؟ أن نقدر من الذي أصغر منا ونحترمه. شيء جميل، وهذه هدية ممتازة. أنت قريتي الكتاب ولخصتي. شكرا. عفوا. أصدقائي مثل ما شفتوا أسئلتنا كانت حلوة وبسيطة، وكان أيضا تفاعل جميل من قبل أصدقائي الأطفال. غدا إن شاء الله لقاء جديد يجمعنا معكم، أما الآن عودة إلى صديقتي حوراء في الاستديو. شكرا لك يا أمجاد طبعا على هذه الفقرة وعلى وجودك أيضا في معرض الكتاب وعمل لقاءات جميلة مع الأطفال. الحين راح ننتقل مباشرة مع زميلنا صقر. صقر كيف حالك مرة ثانية؟ لحد الحين حوراء طبعا عودة مجددة حوراء مرة أخرى. أنت لحد الحين ما جولت في المعرض؟ خذيت لي كم لفة بس على السريع. طيب طيب حلو، يلا يلا خذ فقرتك يا صقر. عودة مجددة لكم. طيب ولا يهمك، عودة مجددة لكم مشاهدينا مرة أخرى مع حوراء ومع جميع متابعينا. دائما طبعا أهداف ركن الطفل بقاعة أحمد بن ماجد بمعرض مسقط الدولي للكتاب تتسق وتتماشى دائما مع تحبيب الطفل بالقراءة، وبالتأكيد أيضا برنامج أطفالنا دائما فقراته تهدف إلى توعية الطفل وتحبيبه بالقراءة. فقرة الأطفال يحبون القراءة الحين جاء دورها، ومستضيفين معنا طفلين، خلونا نرحب بهم ونقولهم مساء الخير. مساء الخير. كيف حالكم؟ بخير. يعطيكم العافية مشاهدينا. إذن خلونا نرحب بسالم بن خميس الجهضمي وأيضا بصديقتنا ريان بنت أحمد الرواحية، حياكم الله معنا. طبعا أنتم الآن أخذتم مجموعة من الكتب وقريتوها، بس مشاهدينا حبيت أقول أن صديقتنا ريان قرأت القصة في رقم قياسي 5 دقائق على السريع، قرأتها في 5 دقائق وما شاء الله عليها لخصت القصة لنا باللغة العربية الفصحى. وطبعا بما أنكم الحين جاهزين خلونا نسمع القصة الأولى من صديقتنا ريان، تفضلي يا ريان. كان في البداية راوينا الكتاب أو القصة. هذا كتاب أبي. جميل. بعنوان أبي. كان سعيد في يوم من الأيام يعيش في قرية صغيرة جميلة، وفي يوم من الأيام جاء أبي وقال له أحمل الأغراض معي. قال سالم انتظر يا أبي قليلا فإني ألعب بالألعاب الإلكترونية. وذهب الأب يحمل الأغراض وحده، وذهب وقال له ذهب كان يريد أن يساعده، وقال له يعني ما رضى أنه يقول له. فقال فرآه أنه غاضبا جدا، فذهب لأمه وقال لها يا أمي أنا أبي غاضب مني لأني لا ساعدته في حمل الأغراض فقالت له أن أبيك عندما يسهر ليلا ونهارا وفي منتصف الليل يأخذك إلى المستشفى عندما تمرض. وفي يوم من الأيام ذهب سعيد مع أبيه إلى التسوق، فذهب واشترى أغراضا وساعده في حمله واعترف بخطئه. جميل جدا، يعني سعيد تخلص من عادته السيئة وهي عدم مساعدته لوالده صح؟ نعم. طيب هذه اللي استفدتي أنت، افترضي أنك مرة كنت مثلا مع والدتك، إيش بالضبط إذا قالت لك تعالي أريدك تساعديني، إيش راح تقولي لها؟ أقول لها حسنا يا أمي
أولا أحمل معها الأغراض ولا يعني أخليها هي تحمل عني الأغراض، لأنه بر الوالدين يعني أساعد أمي وأبي وأفحمل عنا الأغراض وأساعدها. جميل جدا ريان، وبالتأكيد والدك ووالدتك حاضرين الحين معنا في الكواليس يتابعوك. طيب ريان، ممكن تكلمينا شوي عن زيارتك للمعرض اليوم؟ كنتي في المعرض وكيف اشتريتي كتب ولا لا للحين؟ لا الحين بس واصلة. الحين داخلة ما شاء الله، بدايتها كانت خير وطلعتي على الهواء. طيب ايش تقولي لصديقاتك اللي يتابعنك الحين من خلال برنامج اطفالنا؟ احييهم في في حلقة الان، واتمنى انهم يشاهدوني، واتمنى ان يزوروا معرض الكتاب، واحيي صديقتي فاطمة لانها غدا ستاتي الى معرض الكتاب، واقول لها انها جميل جدا وانصحها بان تشتري كتب اطفال جميلة جدا. جميل جدا بصراحة، انا يعجبني حب الاطفال جدا لزيارة معرض الكتاب ولقراءة القصص، مسارح ايضا، طاولات للتلوين وللمسابقات. وانا شفت في احدى الطاولات مشاهدينا صديقنا سالم الجهضمي كان يلعب بلعبة إكمال الصورة. مساء الخير سالم. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. سالم أنا شفتك قاعد تلعب هناك وكنت مع أخوك، وأخوك طبعاً أعطيناه قصة بس تردد. ها؟ أنت شجاع وإن شاء الله راح تعطينا القصة ككل. يلا يا سالم، أعطينا القصة اللي قريتها وخبرنا عنها. هذا قصة يمان النظيف. حلو. هو فتى نظيف كان يحب النظافة وفتى كل يوم نظيفة. وقاعد صديقه عمار. حلو. هو كله مشاغب ولا يرتب غرفته ولا شيء. أها. توي انا جاي ضيفه، يمان راح يضيفه راح يجيب له شيء عشان يشرب. اول ما طلع من الغرفه بدا عمار يخرب الغرفه غرفته ويكب الماء على الارض ويخرب العابه. اول ما دخل يمان لغرفته شاف عمار مخرب كل شيء. مفاجأ يعني، وشاف كل شيء كذا خربان، قال ليش انت مسوي كذا؟ قال كنت انا بس العب. بعدين قال يمان هذا ما لو كان بقى تلعب لا تلعب كذا، العب شوي شوي. يعني انت استفدت من هذه القصة. جميل. انه اذا دخلت بيت حد احترم الشخص لا توسخ البيت. رائع جدا يا سالم. سالم كيف بالنسبة يعني لزيارتك للمعرض؟ راح تستمر ان شاء الله ولا؟ ان شاء الله كل يوم. ولا خلاص الحين مخلص؟ لا ما مخلص. ايش بالنسبة، كيف بالنسبة للكتب اللي اشتريتها؟ اشتريت كتب للحين ولا بعد؟ اشتريت. ايش اللي اشتريته؟ شيت عن الألغاز. حلو. والنكت. تحب النكت؟ ها؟ جميل جدا انك تحكيها مع اصدقائك، لكن ايضا نتمنى انك تركز على الألغاز لانها ايضا راح تنمي لك القدره العقليه. صقر شكرا. اذا ريان وسالم شكرا لكم، وعوده للاستوديو مع حوراء. تفضلي حوراء. صقر نحن كذا وصلنا الى نهايه البرنامج، في النهايه شو حاب تقول عشان انا اختم على طول؟ والله بصراحة المعرض اليوم مثل ما كان مؤخرا، يعني الظهر الأطفال ممكن أنهم يزوروا المعرض، ممكن أنهم يحصلوا فرصة أنهم يدخلوا معنا في البرنامج إن شاء الله، ويشاركوا مثل هذه القدرات الجميلة من قدرة يعني طرح. شكرا شكرا لك بعد صقر. ربما خمس دقائق مثل صديقتنا ريان. خلاص راح صقر. شكرا لصقر، وأيضا شكرا لجميع الأطفال المتواجدين في معرض مسقط الدولي للكتاب. إن شاء الله نلقاكم في حلقة جديدة بكرة ويوم جديد، وإلى اللقاء، مع السلامة. والمعلومات. معي قصار رواحي. خلال العام القادم مقارنة بالوضع الحالي المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يقوم بإجراء استطلاع للرأي العام عن طريق الاتصال الهاتفي حول ثقة المستهلك على عينة من المواطنين. يبدأ الاستطلاع يوم الأحد 2 مارس ويستمر لمدة أسبوعين.
مساهمتك في توفير المعلومة مشاركة فاعلة في دعم اتخاذ القرار. مع تحيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.